art niyetli bir girişimdir. سخط شعبي واحتجاجات يومية تشهدها محافظة رايزة مسقط رأس رئيس النظام التركي رجب أردوغان، حيث تخطط سلطات النظام التركي لبناء مقلع حجارة في الريف الجبلي الداخلي من البحر الأسود. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت في تقرير لها أن المحافظة شهدت أسابيع من الاحتجاجات ضد مخطط أردوغان لإنشاء مشروعه الذي يهدد بتدمير 220 فدانا من الغابات التي تشكل موردا أساسيا لمنطقة إكيزدير الريفية. التقرير أشار إلى أن المسؤولين في النظام التركي يتحركون لقمع الاحتجاجات في المحافظة الموالية لرئيس النظام، إذ استخدمت شرطة مكافحة الشغب يدا ثقيلة لقمع المظاهرات. وترى المعارضة في تدمير غابات إكيزدير تزايدا للاستبداد والمحسوبية على نحو متزايد في حكم أردوغان، وأن هذه المشاريع خدمة لشركات البناء وليس للشعب. وفازت شركتان من أكبر شركات البناء تربطهما علاقة وثيقة بالنظام بالمناقصة لبناء ميناء جديد في بلدة إيايدري ورخصة لمقلع البازلت الأسود لهذا الميناء في غورديري في منطقة إكيزديري. الصحيفة الأمريكية نقلت عن القرويين أنهم لم يستشاروا قط بشأن المشروع الجديد، وأنهم صدموا عندما اكتشفوا أن أردوغان وقع مرسوماً يأمر بمصادرة أراضيهم قبل أيام قليلة من وصول الحفارين.